قد الساعة؟ 12. 12 صرت الساعة 12 وسام بعد ما رجع كنك وصل له شيء، خلت شو بتعمل فيي؟ لك يا حياتي شو بده يصير له هذا مثل القرد ما بيصير له شيء هلا بيكون صار جاي. قوم روح فتش عليه فادي، قوم روح فتش عليه. لك وين بدي فتش عليه بالليل؟ عند تاري. تاري ليش بعرف وين بيتها لتاري؟ بتعرف اللي خالتي بنسألها. شو جنيتي؟ الساعة 12 بالليل بدك تتصلي بخالتك؟ لا طب ما لا، لا تقولي لها ابنك بعد ما رجع وسهران مع تاري، يا بتجن يا بتعمل ذبحة قلبية. لك اصطفي العمود شيء يتصرف وفتش عليه. وين بدي فتش عليه؟ مش عارف بعرف وين هو ولا فتش عليه؟ ما بعرف وين بدك تفتش عليه، فتش عليه بالطرقات، فتش عليه بالشوارع، بالنايت كلوبات. بالنايت كلوبات؟ أنا بدي أنا بعرف وين بدك كلوبات. خذ وجيه معك، وجيه بيعرف. وجيه بده يعرف؟ لك إيه هذا بيعرف البلد. أرني أرني ولك يلا قوم خلصني قوم روح فتش عليه يلا. هذا كان بعد ناقصني أنا، فتش على الخواجة وسام بن صاص الليلة. لك يلا يلا بضيع وقت، قوم عش القوم. طولي بالك أغير التيبة بروح بالبيجامة. يلا يا ولك عجل لك شوي. مين؟ لك مين؟ فادي وعيتك. شو هالشيس؟ وعيتك خير. شوفي هي يلا البوس بدك تنزل معي يلا. لا وين بدنا نفتش على هيدا اللي ما بيتسمى وسام بعد ما رجع عن بلد. مين مين وسام يعني؟ لك شو مين وسام؟ وين انت وسام؟ وسام وسام كل عم خطه كله نار يا عتيري. ايه عتيري تبع عتيري. انت ومين رايح تفتش عليه؟ انا والبواب. عن جد شو بعيني يا فادي هلا توصل لي؟ طيب لك الا بنروح كلتنا بلكي بنمرق بنتصيدنا شوية بط. هلا بنتصيد بط بصراحة. ما عارفك يا مجيء شو انا لو تعال اجي اخر بقول لك شو بدنا بالبواب ما في حدا انه يبنا ننزل نفتش عليه يلا. طيب شو بدنا نعمل هلا يعني وين بنفتش عليه هلا بنصلي طيب؟ لو بعرف جاي اخذك معي. قالت لي كارين روح فتش عليه بشي نايت كلاب بلكي هونيك سهران. نايت كلاب؟ وين هي نايت كلاب هلا؟ اها ليكون سهران بالله هيدا الدبل او 7 بي. مين؟ وقد دابل او 7 بي هذا طبعا بتسهر فيه دايما تيري هي واصحابها. اه زي ما قالت لنا سكرت لك تيري. يلا يلا البوس عجل عجل يلا. انت كمان لازم تلبس. انا؟ لك ما انا لابس ضروري يا وجيه البس مثل ديك الرومي. اكيد والا ما بيخلونا نفوت. شرفت خواجة وسام، الفيت خواجة وسام، شغلت لنا بالنا، وكنت؟ بونسوار. بونسوار، وين فادي وجي؟ ما شفتهم. كيف ما شفتهم؟ ما رح يفتشوا عليك. دخلك كارين، راسي قد الطبل رح يبش، مش قادر احكي مع حدا، أنا فايتني. تعال هون، تعال هون، تعال هون. أنا بس احكي معك ما بفوت تنام، ما بتروح لمطرح، تعال هون. جاوبني، وكنت؟ لحد هلا، وكنت؟ تركنا أنا وتاري. مبروك. من بعد ما فلينا من عندكم من هون رحنا لعندها على البيت. ايه وبعدين؟ اجا الخواجة ريكي. مين ريكي؟ صاحبها. شو؟ اذا هو صاحبها انت مين؟ صاحبها. شو؟ ما فهمت. يعني هي بتقول انه بتحبنا اتنيناتنا بس بدها تختار واحد وبعدها لهلا ما قدرت تنقي. شو هالدب هيدي؟ عجبك؟ مشان هيك انا اليوم قعدت منيح وفكرت وقلت لها إذا أنت ما قدرت تنقي أنا رح أنهي لك القصة وفلت. عفيك ولك برافو عليك، هيك بدي إياك يا ابن خالتي رجال وتاخد دايما قرارات. أصلا بيناتنا خالتي معها حق، هيدي البنت مانا لإلك ولا هي من مستواك. معك حق كريم. لوين لوين؟ رايح لعند أمي اشتقت لها. عفيك هيدا هو وسام ابن خالتي، سلم لي على خالتي وسام. وسام؟ مين وسام؟ أنت. أنا؟ أنا ماركو. طب الليل بعد لو في العذاب رو يا فادي رو على السحب اولا. هاي
يا